الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، ويؤكد أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. خلال مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، مدبولي يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص للعب دورا قيادي في التنمية الاقتصادية. مصر تجدد التأكيد على تحذيرها إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية التطوير التي شهدها المسجد ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل البيت، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. واستمع الرئيس السيسي وسلطان طائفة البهرة بالهند والحضور لآيات من الذكر الحكيم خلال عملية افتتاح المسجد. وهدى سلطان مفضل سيف الدين هدية تذكارية للرئيس السيسي، ثم قام الرئيس السيسي والسلطان مفضل سيف الدين بجولة تفقدية بمسجد السيدة زينب بعد تطويره، صفح خلالها بعض الشيوخ والعلماء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطائفة البهرة بالهند على مشاركتهم ومساهمتهم في تطوير مساجد آل البيت. خلال افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية التطوير والترميم بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، أكد الرئيس السيسي أنه يقدر جهود طائفة البهرة ودلالاتها الكبيرة على حب آل البيت. ثالث مناسبة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نفتتح تطوير الأضرحة. سابقا كان ضريح الإمام الحسين، ثم السيدة نفيسة، ثم السيدة زينب. وطبعا مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة جدا وليها دلالة كبيرة قوي على حب آل البيت والبذل من أجلهم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، وأكد الرئيس السيسي أنه سيتم العمل على تعويض أصحاب المساكن المحيطة بالمساجد لتطوير هذه المناطق. وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد و يعني بتاعت آل البيت، وأيضا اللي كانت للصحابة اللي جم على مصر والصالحين، ويمكن لسه كان بيبقى في عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا، اللي هي من اول القلعه فوق او من اول السيده نفيسه لغايه ما نصل الى السيده زينب ان شاء الله. ولو النهارده، وده كلام بقوله لينا كلنا، ان احنا لو محافظه القاهره مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت اتنشأت بجانب كتير من المساجد ديت، احنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها، احنا ممكن نعمل كده واحنا متحركين في ده. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن آل البيت التمسوا الأمانة في مصر، كما جدد الرئيس السيسي شكره لطائفة البهرة مؤكدا تقديم الدعم في سبيل تطوير مساجد آل البيت. ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه في حماية وفي حفظ
وفي استقبال يليق بهم كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوه. وده من فضل ربنا علينا إن احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من فضل ربنا علينا والحمد لله. مرة تانية أنا بشكرك وببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوفد المرافق ليه، وفي كل مصر في كل مرة تشرفونا هيسعدنا إن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه. وخلال افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية تطويره وترميمه، وجه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة وجه الشكر لمصر على منحها هذه الفرصة للمشاركة في تطوير أضرحة آل البيت. وأضاف السلطان مفضل خلال كلمته أن السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة. أشكر جمهورية مصر العربية مع رئيسها العزيز وحكومتها الرشيدة وشعبها الكريم على أن أجازت لي بناء هذا الزريع من الجديد الذي نصب على هذا المقام من جهة والدي الدكتور سيد محمد برهان الدين. ولسيدتنا زينب في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة مقام، ويا له من مقام. وأوضح السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة أن السيدة زينب اختارت مصر سكنا لها ودعت لأهلها بالنصر. ودعا السلطان مفضل الله عز وجل أن ينعم على مصر وأهلها بالأمن والاستقرار. وأسأل الله تعالى بحق رسول الله وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة، كما أدعوه عز وجل أن ينعم بمنه وكرمه على فخامتكم بكامل الصحة وشامل العافية، ويبارك لكم في هذه الفترة الرئاسية الجديدة، ويجعل صالح عملكم محسوبا من الحسنات الجارية التي تبقى فوائدها تستمر خيراتها، كما تدرؤ إليه أن ينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الأمن والاستقرار والسلام والازدهار. ضمن الخطة الحكومية لتطوير مساجد آل البيت بمصر، اكتسى مسجد السيدة زينب في قلب القاهرة بحلة جديدة بعد انتهاء أعمال ترميمه وتطويره. وتشهد مصر نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله إنشاء وتطويرا. المزيد في سياق التقرير التالي. مسجد السيدة زينب رضي الله عنها هو أحد أشهر مساجد القاهرة. يقع المسجد في الميدان المسمى باسم الجامع ميدان السيدة زينب، وشهد منذ إنشائه عمليات توسعة وتطوير عديدة. تم إنشاء هذا المسجد في عهد الخديوي توفيق
سنة 1302 هجرية، ومر المسجد بعدة توسعات. كان في توسعة أولى في عهد الملك فاروق، والتوسعة الثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله، ثم توسعة أخيرة في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. وتم عمل مدخل جديد للمسجد، وتم إنشاء قبة أعلى المدخل الجديد في أثناء عملية التطوير الحالية التي تتم أو التي تمت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله. تم عمل تطوير شامل للمسجد ومتكامل لجميع أرجائه، لكل التوسعات للمسجد الأصلي وللتوسعات الأخرى المحيطة بالمسجد. نحن نتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي مساجد مصر عامة اهتماما، ومساجد آل البيت بصفة خاصة اهتمام أكبر. أعمال التطوير الحالية شملت جميع العناصر الأثرية وتجديد الواجهات والزخارف والشرائط الكتابية والزجاج المعشق والقبة والمأذنة والشبابيك الغصية والأبواب الخشبية والزخارف الفضية والنحاسية لمسجد السيدة زينب رضي الله عنها. سيدتنا السيدة زينب هي حفيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي التي جاءت إلى مصر، شرفت أرضها ونورت أهلها في عام 61 هجرية. استقبلها أهل مصر، واستقبلها والي مصر مسلمة ابن مخلد، وكانوا في استقبالها استقبالا حافلا، فشرفت أرضها ونورت أهلها ودعت لأهل مصر جميعا بالخير والبركة والنصر والفرج. فقالت: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وآويتمونا آواكم الله، وجعل الله لكم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. المسجد يتكون من 7 أروقة موازية للقبلة، يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة، ويقابل القبة قبة ضريح السيدة زينب، وفي الواجهة الشمالية مدخلان رئيسيان. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم توسعة مساحة المسجد توسعة كبيرة وتطويره على هذه الصورة التي تليق ببيوت الله عز وجل وبالجمهورية الجديدة. يعد مسجد السيدة زينب من أهم الآثار الإسلامية في قلب العاصمة القاهرة، وعلى مر التاريخ اهتم الحكام بتطوير المسجد وضريح السيدة زينب، وعدوه من الأماكن الرئيسية لآل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية القطاع الخاص كواحد من أعمدة النمو والتطور في مصر، لافتا إلى ما تواجهه البلاد من تحديات كثيرة داخليا وخارجيا. وخلال جلسة حوارية في افتتاح فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، أشار مدبولي إلى انتهاء مصر من مراجعتين مع صندوق النقد الدولي. أود أيضا أن أرحب بممثلي القطاع الخاص المصري، وهم أهم أعمدة النمو والتطور في مصر. أود أن أبدأ بما حدث بالفعل في خلال الأشهر الماضية. بالطبع لدينا الكثير من التحديات، وأعتقد أن هذه التحديات تواجهها الكثير من الدول حول العالم. فمصر بالطبع لديها موقف مميز للغاية في المنطقة التي بها الكثير من التحديات داخليا وخارجيا، ولدينا الكثير من التحديات أمامنا. وأعتقد أن جميع الخبراء قاموا بالتحفيز، لأن ليس لدينا الوقت لأن نخفف من العواقب، ولكن يجب علينا أن نعمل باستهداف جذور هذه التحديات والمشاكل من خلال القرارات الجريئة والشجاعة، ونحاول أن نتعامل مع جميع العواقب من خلال هذه الإجراءات. وأنا أعتقد أننا تمكنا بنجاح أن نحاول أن نتعامل مع كل هذه العواقب الخاصة بجميع الإجراءات التي اتخذت خلال الأشهر الماضية. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على اهتمام رؤية مصر 2030 بعدد من القطاعات ذات الأولوية ضمن اهتمامات الحكومة، ومن بينها قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والاتصالات والسياحة.
برؤية مصر 2030 قمنا بتحديد بعض القطاعات كقطاعات أولوية يمكنها قيادة الدولة. بالطبع الأربعة قطاعات التي نؤمن أنها يمكن أن تلعب دورا هاما بالنسبة للنمو الاقتصادي هي الصناعة، الزراعة، الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، وأخيرا وليس آخرا السياحة. القطاعات الأربعة نحن نؤمن تماما أن القطاع الخاص ربما سيحظى بحتى 100% من الإسهامات في هذه القطاعات الأربعة. وأود أن أقول أن حتى يمكننا أن نغير هذا كل هذه الأمور إلى عمل فعلي، ننخرط خلال الأعوام الماضية والعام الماضي للقيام بالكثير من التعديلات في اللوائح التنظيمية وخصوصا بالنسبة لقوانين قانون الاستثمار وعدة لوائح تنظيمية وقوانين أخرى يمكن من خلالها تيسير وتسريع هذه العملية حتى يمكن الحصول على التراخيص والموافقات للقطاع الخاص بالشكل السليم وبالشكل السريع للإنشاء وللائتمان من عدة هيئات بالدولة. كما أكد رئيس الوزراء على ثقته بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الاقتصاد، مضيفا أن المخاطر الاقتصادية تأتي من الخارج. أنا أثق بجميع الإجراءات التي اتخذناها لأن الاقتصاد سينمو بشكل مستدام ومستقر، ولكن الخطر الأساسي يأتي من الخارج. ما يحدث الآن في المنطقة من حولنا يؤثر وخصوصا في حدودنا وحول حدودنا، وهذا معني بما نراه يوميا في الأمور الجيوسياسية هي التي تمثل الخطر أو المخاطر الأساسية التي يمكن أن تضر رؤيتنا الاقتصادية طويلة المدى. ونحن نتمنى من خلال المجهودات التي نحاول أن نقوم بالعمل عليها لتهدئة الوضع والنزاعات والحروب التي تحدث من حولنا أن تهدأ الأمور قليلا، لأن هذا ما حدث أو ما تعاملنا معه بالطبع ما يحدث في غزة وله أثر على البحر الأحمر، والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين والنقل وكل ما حدث بالنسبة للتجارة الدولية. وانطلقت فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية والذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي بمشاركة كبار المسؤولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص. ويعكس المؤتمر الشراكة الوثيقة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، إذ تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية بمحفظة استثمارات تقدر بنحو 8.9 مليارات دولار. وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا سيرجيو بيمانتا، حيث أشار مدبولي إلى الدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للحكومة، يقدم المشورة الفنية حول برنامج أطروحات الذي تتبناه مصر في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال الاجتماع أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة إفريقيا أكد أن فريق المؤسسة الدولية يؤمن بأن مصر لا تنفذ برنامج الطروحات الآن بسبب حاجتها للعملة الصعبة، وإنما يأتي هذا ضمن رؤية مصرية قصيرة وطويلة الأجل لإصلاح الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التزام مصر بتعزيز الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص تنفيذا للتوجيهات الرئاسية. وخلال إلقائها كلمة مصر بمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، أضافت رانيا المشاط أن علاقة مصر مع مؤسسة التمويل الدولية أتاحت تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بنحو 9 مليارات دولار، بالإضافة إلى محفظة من الخدمات الاستشارية بقيمة 34 مليون دولار منذ بدء عمل المؤسسة في مصر. وفي لقاء مع التلفزيون المصرية، قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا سيرجيو بيمنتا، قال إن اجتماع اليوم بحث جهود تمكين القطاع الخاص وجهود الحكومة المصرية بهذا الصدد. من خلال اليوم تعمل مؤسسة التمويل الدولية ذراع مجموعة البنك الدولية المعنية بالقطاع الخاص على جمع كبار المسؤولين بداية من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات تمويل التنمية. ومن خلال اجتماعات اليوم ناقشنا جهود تمكين القطاع الخاص، فالحكومة المصرية تعمل من خلال تحركات واضحة على توفير سبل معيشة أفضل للمواطنين، ونحن نعمل على دعم ذلك ليس فقط من خلال التعاون مع القطاع الحكومي ولكن أيضا القطاع الخاص. وخلال العامين الماضيين قمنا بزيادة التعاون وخاصة في المجالات التي توفر فرص عمل وتدعم تنمية الاقتصاد المصري. النهاردة الحقيقة بنشهد توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومؤسسة التمويل الدولية، والحقيقة الإطار بتاع التعاقد النهاردة هو تقديم الدعم الفني لهيئة التأمين الصحي الشامل في كيفية التعاقد مع القطاع الخاص وجذب القطاع الخاص للاشتراك في المنظومة. منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة بتعمل على تقديم خدمات الصحية المتكاملة للمصريين جميعا دون تمييز. الحقيقة تم تأسيسها تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية في 2018 بقانون رقم 2. الهدف منها زي ما بقول لحضرتك خدمات متكاملة للمصريين، خاصة بعد الأزمات الدولية اللي مرت علينا والأزمات الصحية، فبقى لازم الناس يبقى عندها إحساس بالطمأنينة أكتر. والمزيد حول أهم ما جاء في الجلسة الحوارية خلال افتتاح رئيس مجلس الوزراء مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية تطلعنا عليه الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية، وهذه الفعاليات التي انطلقت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وتأتي أيضا على هامش زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا إلى مصر خلال الفترة من 11 حتى 13 من مايو الجاري. بتنظم هذه الفعاليات مؤسسة التمويل الدولية وهي عضو مجموعة البنك الدولي، وبتجمع عدد من كبار المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك لمناقشة جهود تمكين القطاع الخاص وأيضا العمل على مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي. أيضا خلال فعاليات اليوم تم عقد أكثر من جلسة نقاشية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة بحضور أيضا المسؤولين والوزراء. من هذه الموضوعات مناقشة فرص الاستثمار المستدام في مصر، وأيضا استكشاف التحديات لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، إلى أيضا مناقشة كيف يمكن توفير فرص عمل في القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعي الحكومي وأيضا القطاع الخاص. وعلى أيضا هامش هذه الجلسات تم توقيع أكثر من اتفاقية سواء بين القطاع الحكومي والخاص أو أيضا بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من المؤسسات كبنك القاهرة من أجل تقديم المساعدة والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضا اتفاقية أخرى مع الهيئة العامة للتأمين الصحي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. We'll be right back.
أفاد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بغزة، حيث وجه بتكثيف الإجراءات اللازمة لمنع مزيد من التصعيد. كما أكد المصدر أن الرئيس السيسي يتابع مع خلية الأزمة المعنية الموقف في غزة لحظة بلحظة. وجدد المصدر رفيع المستوى التأكيد على قيام مصر بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. هذا وقد نفى المصدر صحة ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بمواقف دولة سلوفينيا إزاء القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته سلوفينيا تانيا فايون بالقاهرة، أشار شكري إلى أن المباحثات شهدت استعراض الانعكاسات السلبية للوضع في غزة على الصعيد الإقليمي. في إطار عضوية سلوفينيا في المجلس الأمن صوتت لصالح القرارات الجمعية العامة، وأيضا مؤخرا صوتت في المجلس الأمن لصالح قبول دولة فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. فأنا بثمن هذه المواقف، وهي أرضية من المبادئ تجمعنا وتوثق العلاقات فيما بيننا. تناولنا خلال مباحثاتنا المفردة والموسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية، وأيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. طبعا تركزت معظم المباحثات حول الأوضاع في غزة وما وصلت إليه من تدخل الآن عسكري ترفضه البلدين في رفح لما قد ينتج من أضرار بالغة فيما يتعلق بالمدنيين، وأهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، ورغم أنه جولة المفاوضات الماضية لم تأتي بهذه النتيجة، فمرة أخرى هناك ضرورة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار استراتيجي. وأوضح شكري أن اتفاقية السلام مع إسرائيل تتضمن آليات للتعامل مع أي انتهاكات. اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هو خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، ويعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن. الاتفاقية لها آلياتها يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها آليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت. هذا أمر يتم في إطار فني، في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور. من جانبها، شددت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون رفض بلادها استخدام إسرائيل التجويع سلاحا في الحرب على قطاع غزة، مؤكدة دعم سلوفينيا دور وكالة الأونروا في القطاع. وأشادت وزيرة الخارجية سلوفينيا بجهود مصر الاستثنائية على الصعيد الإنساني بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. يمكنني القول أنكم تقومون بعمل استثنائي للأشخاص الذين يعانون في غزة. إن الجوع والمجاعة باعتبارهما وسيلة للحرب هما أمران غير مقبولين. من المهم للغاية أن تسمح إسرائيل بفتح الطرق الإنسانية وضمان أن الطعام والأدوية وجميع ضروريات الحياة تصل إلى الناس في غزة. إن استخدام المجاعة والتجويع كسلاح في الحرب هو أمر مخزي. إن سلوفينيا تدعم الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية، وجميع الأطراف عليها أن تدعم الأونروا في عملياتها المستمرة وتحترم حيادياتها ودورها الإنساني.
عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون بقصر التحرير. تناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية ودفع أوجه التعاون المشترك والتشاور والتنسيق لوقف الحرب الدائرة ضد قطاع غزة. تتواصل عمليات القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة من مدينة رفح الفلسطينية منذ أن تم احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح. المزيد حول الوضع عند معبر رفح يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على الأشقاء الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة. نتحدث عن استمرار عنيف للقصف المستمر على يعني أماكن مختلفة من قطاع غزة، ولكن أيضا تحديدا هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية نستمع بوضوح للقصف المستمر على رفح الفلسطينية، استمرار منذ الليل، توسعة للعمليات العسكرية البرية داخل رفح، ولكن أيضا بالإضافة لذلك بعد أن وجهت قوات الاحتلال بنزوح أو تهديد للأهالي بالتحرك من أماكن معينة سيتم اجتياحها إلى أماكن في وسط قطاع غزة، قامت قوات الاحتلال اليوم والأمس يعني تجريف بعض الأماكن في خان يونس في وسط قطاع غزة، وأيضا بعض الأماكن التي كانت قد أطلقت عليها أماكن آمنة مثل أماكن الأونر، وهناك قامت يعني ملاحقة هذه الأماكن وأيضا بالقصف المستمر والعشوائي لهذه الأماكن، بالإضافة لاجتياحات أخرى في شمال قطاع غزة مثل مخيم جباليا وفي رفح مثل مخيم الشبورة ومخيم رفح داخل مدينة رفح. ذلك يعني تواصل قوات الاحتلال عملياتها المختلفة سواء بالقصف الجوي أو بالعمليات البرية، إلا أن مصر لم توقف على الإطلاق مساعيها لوقف كامل لإطلاق النار، محاولة بين جميع الأطراف، مفاوضات مختلفة أيضا، بالإضافة لذلك استمرار تكدس عدد كبير من شاحنات المساعدات، مئات الشاحنات ما زالت متوقفة لأن مصر رفضت التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني. وحذرت مصر عن طريق بالطبع بيان وزارة الخارجية بأن ما يحدث في معبر رفح الفلسطيني هو يؤجج الصراع بين الطرفين ويؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وقالت مصر أيضا أنها جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات. ربما الصورة الآن من معبر رفح من الناحية المصرية مستتبة، لكن على الناحية الأخرى ما زال القصف مستمر على أشقاء فلسطين، بالإضافة لوجود سيارات الإسعاف التي تتوقف أمام بوابة معبر رفح المصرية. وبالطبع هذه الصورة مستمرة ننقلها لكم على شاشة القناة الأولى، والآن عودة إليكم مرة أخرى. تبذل مصر جهودا متعددة المستويات والأبعاد لنصرة القضية الفلسطينية وإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتتحرك مصر على جميع المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. جهود متعددة المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية وخاصة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، بدءا باللقاءات والاتصالات الثنائية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب على قطاع غزة. وبالتوازي عقدت مصر اجتماعات بالقاهرة، وحرصت القيادة السياسية على التواجد في المحافل الدولية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر. مصر تركت كل الأبواب لحماية حقوق الشعب الفلسطيني
وبرز الدور المصري في مواجهة محاولات تصفية القضية من خلال رسائل القيادة السياسية سواء إقليمياً أو دولياً، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي أمن قومي لمصر، وأن الشعب الفلسطيني صاحب الأرض لن تنجح أي محاولات لزعزعته منها. وهكذا لم تقف القاهرة مكتوفة الأيدي، بل قامت بدورها التاريخي لحماية المدنيين في فلسطين، وتواصلت مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، حيث كانت ولا زالت مصر هي صوت الشعب الفلسطيني الصادع بالحق. وعليه لا تألو القاهرة جهدا في تسخير أدواتها الإعلامية لكشف الحقائق خلال هذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في مواجهة الأبواق الإعلامية الإسرائيلية. فكان كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتنكيل بالمدنيين محركاً رئيسياً للعالم أجمع، فخرجت المظاهرات في الدول الغربية للتنديد بما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في غزة، وتحولت المواقف الغربية ضد الحكومة الإسرائيلية وانقلبت من التأييد إلى الإدانة. وإنسانياً، مصر منذ اللحظات الأولى سعت إلى تخفيف معاناة المدنيين وإيصال المساعدات إلى أهالي القطاع، وتكفلت مصر بعلاج الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية. تلك هي المساندة والجهود المعهودة لمصر تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة على مدار عقود ماضية، وكانت مصر ولا زالت صمام الأمان لفلسطين والمنطقة أجمع. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومصر تقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم بكل السبل سواء سياسياً أو إنسانياً، وقامت بإدخال المساعدات رغم وجود عراقيل من الجانب الإسرائيلي. وفي هذا الإطار حظيت مصر بإشادات دولية وإقليمية لدورها الكبير في البحث عن حلول للقضية الفلسطينية. دائما ما كانت لمصر مواقف أصيلة على مدار التاريخ في مختلف القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. مصر حظيت بإشادات دولية لما بذلته من جهود في تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك تبني الدعوة إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل كامل. فور بدء الأزمة دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام، والتي وضعت رؤية حققت توافقا دوليا حول ضرورة إنهاء الصراع، فضلا عن أن مصر على مدار الأشهر الماضية تحولت إلى قبلة لقادة العالم لبحث الأزمة، كما أجرى العديد من القادة اتصالات بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتنسيق والتشاور سواء فيما يتعلق بالعدوان أو تداعياته. كذلك وخلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية الأخيرة بالقاهرة، ثمن القادة الأوروبيون الموقف المصري الحكيم والنشط الهادف لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، وأعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية الدؤوبة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالإقليم. الرئيس الأمريكي جو بايدن كذلك وفي كثير من المناسبات ثمن جهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك منذ اندلاع الأزمة. أمامياً، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره لمصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وجعل مطار العريش متاحاً للمساعدة الحيوية للقطاع، حيث وصف معبر رفح بأنه مصدر حياة، ومطار العريش بأنه قبلة للباحثين عن التخفيف من معاناة سكان غزة. فلسطينياً، دائماً ما تتطابق وجهات النظر المصرية الفلسطينية حول ضرورة إقامة دولة تحظى بكافة الحقوق على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تأتي التصريحات الرسمية من السلطة الفلسطينية دائماً مرحبة بجهود مصر الساعية للحفاظ على التهدئة ومنع تصعيد العدوان الإسرائيلي ضد شعب فلسطين،
ومنع إراقة دماء. عربيا تلقى جهود مصر كثيرا من الامتنان من القادة والملوك العرب الذين دائما ما يؤكدون أن مصر تلعب دورا رياديا وإنسانيا لوقف الحرب على القطاع وإنفاذ المزيد من المساعدات منذ اليوم الأول للحرب. وهكذا تؤكد رؤية القادة والمسؤولين حول العالم بما لا يدع مجالا للشك أن مصر كانت ولا تزال رمانة الميزان في القضية الفلسطينية والراعي الأول والأساسي لحل الأزمات، ليس فقط أزمة غزة وإنما أي أزمة تواجه المنطقة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير بعد التحية، يعني أبدأ من حيث انتهى التقرير وأن مصر هي رمانة الميزان، مواقفها ووساطتها دائما مرحب بها عربيا وإقليميا ودوليا فلسطينيا وحتى إسرائيليا. كيف ترى الجهود المصرية الحثيثة خلال الفترة الماضية سياسيا ودبلوماسيا دعما للقضية الفلسطينية؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. لا شك أن مصر منذ بداية الأزمة بل وقبلها تضع القضية الفلسطينية في قمة أولويات مصر بصدد حقوق الشعب الفلسطيني. لا شك أن مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة وقد اتخذت موقفا إيجابيا وبناء نحو ضرورة وقف إطلاق النار وأيضا إفراج عن الرهائن ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. لا شك أن التحرك المصري في هذا الصدد كان يشمل كافة المحاور، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد، سواء كان ذلك على المستوى العربي أو على المستوى الأفريقي أو المستوى الأوروبي أو على مستوى الأمم المتحدة، وأيضا مع القوى الكبرى والأقطاب الدولية. لا شك أن جهود مصر في هذا الصدد لقيت كل ترتيب وتأكيد على دور مصر المحوري، وأنها أيضا لقيت كل التقدير والاحترام على هذا الجهد غير المسبوق الذي اطلعت به مصر على هذه المحاور جميعا. ربما لم يكن هناك أي دولة أو مبتدأ أو أي حتى يعني مجموعة من التجمعات الإقليمية سواء على المستوى العربي أو المستوى الأوروبي أو مستوى الأمم المتحدة بذلت كل هذا الجهد المحوري في سبيل التوصل إلى وقف الإطلاق النار وأيضا الإفراج عن كافة الرهائن وأيضا رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، وفي نفس الوقت أن يكون هناك أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة فلسطينية متصلة عاصمتها القدس الشرقية. نعم. لا شك أن جهود مصر أيضا واضحة جدا في الأمم المتحدة، سواء كان في الجمعية العامة أو سواء في مجلس الأمن، وإن كانت هذه الجهود ليست بشكل مباشر وإنما في إطار المجموعة العربية ومجموعة الدول المتعاونة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي نجد في القرار الأخير الخاص بعضوية دولة فلسطين في كافة أجهزة الأمم المتحدة والاعتراف بها كان واصل عدد المؤيدين 143 دولة. لا شك أن هذه الجهود غير المسبوقة، هذه الجهود التي تؤكد على رؤية مصر التي تحظى بكل التقدير والاحتراف في وقت نحن في أشد الحاجة إليه، وقف العدوان وأيضا حل المشكلة الفلسطينية وعودة الهدوء إلى قطاع غزة سعادة السفير، وأيضا وقف التصعيد. نعم، مصر أيضا يعني قامت بتحذير إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعيات يعني هذا التصعيد على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. كيف ترى استقبال إسرائيل هكذا تحذير وتأثير هذا الموقف على الرأي العام العالمي والمواقف الدولية تجاه إسرائيل واتجاه ما يحدث الآن في غزة؟ للأسف الشديد الموقف المصري رغم سلامته
ورؤيته الصائبة وأهمية هذا التحذير لإسرائيل، وأيضا بشكل غير مباشر للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد ما زالت تؤيد إسرائيل في عملياتها العسكرية ولا تدعو إلى وقف إطلاق النار، وإنما تدعو فقط إلى هدن مؤقتة. وهو ما يعني أن استمرار العدوان يعني استمرار التصعيد من الأطراف الأخرى التي تدعم القضية الفلسطينية بشكل أو آخر. من ثم هذا التحذير لقي اهتماما كبيرا وترحيبا كبيرا من جانب المجتمع الدولي في غالبيته، ونوع من التحذير لإسرائيل، ولكنها للأسف الشديد لا نرى أنها استجابت أو أخذت هذا التحذير على المحمل الجد الذي من شأنه أن يؤدي إلى التهدئة وإلى وقف التصعيد. لا شك أن هذا الأمر أيضا مرتبط بالموقف الأمريكي الذي يبدو أنه وإن بدأ في حيث الشكل يميل إلى الضغط على إسرائيل، ولكنه ليس الضغط الكافي الذي يؤدي إلى وقف إطلاق النار والتوجه نحو عقد صفقات للرهائن ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لأن المشكلة الرئيسية الآن هي الاجتياح الإسرائيلي في هذه المناطق، وأيضا ما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة. نعم، وصلت النظر، وأشكرك جزيل الشكر سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لمدفعية طيران الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة. ففي بيت لاهيا وصلت جثامين 12 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء الغارات المتواصلة على مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر، ما أسفر عن استشهاد 35,034 شهيدا وإصابة 78,755 آخرين، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض. طالب مدير مستشفى الكويت التخصصي بقطاع غزة صهيب الهمس المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للمستشفى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي. وأكد مدير مستشفى الكويت التخصصي أن المستشفى به عدد كبير من الطواقم الطبية بالإضافة إلى الوفود الدولية. من وسط القصف والدمار نطالب من مستشفى الكويت التخصصي بتوفير حماية دولية من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لهذا المستشفى. هذا المستشفى هو المستشفى الوحيد، هو الملاذ الوحيد للمرضى والمصابين للجوء إليه، لا يوجد مكان آخر للجوء إليه. يوجد في هذا المستشفى عدد كبير من الطواقم الطبية، يوجد في هذا المستشفى عدد من الوفود الطبية الماليزية والأندونيسية. نحن نطالب الآن وبشكل فوري بتوفير حماية دولية لهذا المستشفى، لا مكان آخر للمرضى والمصابين للجوء إليه. يجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته، دماؤنا وأرواحنا أمانة في أعناق كل أحرار العالم. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا هاتفيا إيناس حمدان مديرة مكتب إعلام الأونروا في غزة. بعد التحية، يعني بالطبع هناك الكثير من العوائق التي تقف أمام تقديم الأونروا لخدماتها في قطاع غزة، ما هي أبرز هذه المصاعب التي تواجه عمل الأونروا، وأيضا هل هناك ضغط على إسرائيل لتسهيل المهام بأي نتيجة إيجابية؟ اهلا بك ومساء الخير. يعني بالتاكيد الظروف بشكل عام صعبه وكارثيه على السكان المدنيين، وطبعا هناك بعض التحديات كما ذكرت والمعيقات
ما يتعلق بإيصال المساعدات وإدارة الاستجابة الإنسانية، أهمها طبعاً استمرار في إغلاق المعابر التي هي المنفذ الأساسي حتى هذه اللحظة بالنسبة للأونروا لإدخال المساعدات الإغاثية. وأنا أتحدث هنا عن الغذاء وعن الدواء وعن الوقود بشكل أساسي. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن تقريباً 6 أيام أو أكثر لم يدخل مساعدات مثلاً إضافية إغاثية سواء غذاء أو وقود أو ماء، وما لدينا من مخزون وآخذ بالنفاذ في ظل هذه الظروف المأساوية وموجات النزوح التي تزداد من مدينة شرقي رفح أو حتى باقي المناطق في مدينة رفح. نتحدث نحن الآن عن أكثر من 300,000 نازح فروا من مدينة رفح إلى أماكن أخرى يظنون أنها آمنة مثل مدينة غربي خان يونس مثلا أو المناطق الوسطى. الحقيقة أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة في ظل استمرار هذا التصعيد. نعم، بعد ما شهده قطاع غزة من دمار هائل جراء العدوان الإسرائيلي، ماذا عن مستقبل عمل الوكالة في القطاع؟ وهل تؤدي الضغوط الإسرائيلية من جانب المجتمع الدولي لتقليص نطاق عملكم؟ يعني الأونروا موقفها واضح منذ بدء الاجتياح البري لمدينة رفح وتحديدا المنطقة الشرقية. الأونروا لا تزال باقية في مناطق الجنوب مدينة رفح وتحاول تقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات. يعني نحن لا نزال ندير عيادات أو مراكز صحية في مناطق الجنوب والوسط، وهناك أيضا الخدمات الأخرى التي نقدمها مثل خدمات الدعم النفسي وغيرها. نقدم لا نزال نقدم المواد الغذائية، ولكن الخطر المحتق حاليا والكارثة التي يعني نحن على وشك مواجهتها في حال لم يتم إعادة فتح المعابر هي نفاذ هذه الكميات، نفاذ الوقود ونفاذ الأغذية التي توزع على النازحين في ظل احتياج مهول لهؤلاء النازحين. يعني كل هؤلاء النازحين يحتاجون إلى خيام مثلا، مواد غير إغاثية، مواد غير غذائية عفوا، أغطية مثلا نايلون أو الأمور التي تلزمهم في فترة النزوح من مكان إلى آخر. هذه هي الإشكالية. نعم، السيدة إيناس حمدان مديرة مكتب إعلام الأونروا في غزة، شكرا جزيلا لك. انطلقت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في إطار التحضير لأعمال القمة العربية المقرر انعقادها يوم الخميس المقبل في دولة البحرين. من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال إن الاجتماعات تأتي في ظل ظروف عصيبة جراء العدوان المستمر على غزة. وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام الاجتماع الوزاري أن جسور المساعدة الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة لا تتوقف، بينما لا تزال إسرائيل تعطلها وتمنع دخولها إلى أهالي القطاع المحاصر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ساند كوم أن الجيش الأمريكي تمكن من اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار أطلقتها قوات الحوثي فوق البحر الأحمر. وذكرت القيادة أن قوات الحوثي أطلقت طائرات مسيرة فوق خليج عدن من مناطق سيطرتها في اليمن، مشيرة إلى أن طائرة تابعة للتحالف نجحت في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. كما أشارت القيادة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا معلوماتيا حول أبرز التوقعات الدولية لمؤشرات وملامح التجارة العالمية خلال العام الجاري. أشار المركز إلى أن الاقتصاد العالمي شهد عدة صدمات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وأكد مركز المعلومات بمجلس الوزراء على تحسن البيئة التجارية السلبية التي سادت عام 2023 هذا العام والعام المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم تجارة السلع العالمية نموا بنسبة 2.6% عام 2024 ونموا بنسبة 3.3% عام 2025. أعلنت الحكومة أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة أصبحت في مرحلة متقدمة من الإنشاء والتجهيز، وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه مع اكتمال هذه المشاريع فمن المتوقع إضافة 1562 سريرا للمنظومة الصحية على مراحل معظمها سيكون خلال العام الدراسي القادم، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرا. يذكر أن المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والتي تعمل حاليا هي مستشفيات جامعة السادس من أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبهما 435 سريرا تعمل جنبا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية. وإلى هذا الخبر العاجل، حيث أعلنت مصر اعتزامها تدخل رسميا لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وأوضحت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوة المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، مجددة مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، ويؤكد أن مصر لديها خطط كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. خلال مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، مدبول يؤكد التزام الدولة بدعم القطاع الخاص للعب دور قيادي في التنمية الاقتصادية. ومصر تجدد التأكيد على تحذيرها إسرائيل من خطورة التصعيد وتداعياته على الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.